خلينا نعمل جولة في المحافظات ونبتدي مع مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، منها إطلاق المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في شمال سيناء، وكمان الإعلان عن إجراء 5236 عملية طبية مجانية في مختلف التخصصات في المنيا ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وأخبار تانية كتير من سوهاج واسكندرية وأسوان. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من شمال سيناء اللي تم فيها إطلاق المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي اللي بيستهدف إعداد بطل أولمبي قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية. في المنيا أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة إنه تم إجراء 5236 عملية طبية مجانية في مختلف التخصصات في الفترة من يناير ولحد نهاية إبريل اللي فات، وده ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية. في أسوان تم إعلان نتائج فعاليات حملة طرق الأبواب اللي نفذها المجلس القومي للمرأة داخل 50 قرية ونجع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكومامبو تحت عنوان احميها من الختان، وتم توعية 12,000 مستهدف من الحملة ورفع الوعي بالمخاطر الصحية والنفسية لختان الإناث. وفي سوهاج تم الإعلان عن إن نسبة التنفيذ بمشروع إنشاء وتطوير مستشفى جهينة المركزي بلغت 90% بتكلفة 180 مليون جنيه، والمستشفى هيضم 85 سرير إقامة مرضى و12 سرير للعناية المركزة بالإضافة لأربع غرف عمليات. في الإسكندرية تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حي العمرية أول بنسبة تنفيذ بلغت حوالي 75% وبتكلفة إجمالية وصلت ل 15 مليون جنيه.